الآن حان الوقت لاستكشاف آخر المجتمعات في قصتنا. في حوالي سنة 300 ميلادية بعدت طرق التجارة عن هذه الأرض وتلاشت قوة ونفوذ مليحة. بعدها ب400 عام بدأت تتحسن الأمور في العصر الإسلامي. اعتنق الناس ديناً جديد وبدأوا بتصميم طريقة جديدة للحياة المدنية التي ستستمر حتى القرن العشرين. في ظلال ناطحات سحاب دبي تقع بلدة جميرة القديمة. كل ما تبقى منها هي أساسات لجدران كانت من أهم مبانيها. وفي قلب جميرة توجد إحدى تلك المباني الدالة على أحد أهم نقاط التحول في المجتمع، وصول الإسلام. الآثارين طبعاً يستدلون لماذا كان هذا المبنى عبارة عن مسجد. وجود المحراب وكذلك اتجاه مكة، اتجاه القبلة. المسجد هذا أو المصلى مسجد مهم جداً في، ممكن نقول، في التاريخ الإسلامي، لأن من المساجد القديمة جداً الباقية في منطقة الجزيرة العربية. كان الناس هنا بين أوائل من اعتنقوا الإسلام خارج معقله في حوالي السنة 630 ميلادية، وسرعان ما وجدوا أنفسهم جزءاً من حضارة إسلامية ضخمة كانت قوة تجارية عظمى، مع كم هائل من البضائع والسلع التي كانت تصب في عاصمتها بغداد. أصبحت جميرة مركزاً محورياً في الخليج العربي، كونها على المركز التجاري البحري البالغ الأهمية. لابد أن موانئها ازدحمت بالتجار والقوارب مثل ما يمتلئ خور دبي المجاور اليوم. لا يعود نجاح الحضارة الإسلامية لحجمها الكبير فقط، إنما أيضاً لما حث عليه الإسلام من انفتاح فكري. الدين الإسلامي طبعاً شجع كثير على قضية التسامح والتجارة والتعارف على الآخرين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. فالتجارة جزء مهم جداً من الحضارة الإسلامية. جنى شعب جميرة ثمار هذه التجارة الناجحة ووضعوا حجر الأساس لنوع جديد من المدن، وهي مجموعة من المباني المتخصصة التي دامت حتى العصر الحديث. I'm sure that if you took an Emirati citizen from the 1930s back to 8th century AD Jumeirah, he would have felt completely at home. He would have recognized exactly where he was and would have recognized Jumeirah as a modern town. أي مسافر عبر الزمن يمكنه التعرف فورا على هذا المبنى، سوق جميرة. You can imagine the shopkeepers sitting out in front of their shops, each shop full up with wares. It might be spices from India, it might be textiles, foodstuffs. It would have been bigger probably than it is now, because there would probably have been wooden shops added onto either side, so it would have been quite a lot larger. وفي وسط المدينة كان هناك مسكن مثير للإعجاب، خان مخصص للرحالة والتجار وما لديهم من جمال. وكان لأغنى أغنياء جميرة منازل أنيقة وخلابة، وهذا هو أكثرها روعة. ربما كان قصر الحاكم أو الوالي، لكن ما يثير الاهتمام هو تصميمه الخاص والمميز. حد واضح يفصل بين الأماكن العامة والخاصة. We can see in the palace that there are in fact two sections. There's a section where
the ruler of Jumeirah would have received people into his public chambers. We can see lots of pillars. We can see that there were arches over the doors. And then there's another side of the building, completely segregated off, a private area where he presumably lived with his family. هذا التخطيط العمراني للبيوت المقسمة ومساكن الرحل والسوق والمسجد كان تخطيطاً ناجحاً حتى أنه دام إلى عصرنا هذا ووضعت الأسس للمدن الكبرى المتواجدة اليوم. من خلال مشاهدة طريقة تعايش الناس في الماضي يمكننا رؤية كيفية صياغة المجتمع اليوم. التعاون بين الصيادين جامعي الثمار في صنع الأدوات والبقاء. المستوطنات الأولى والمنازل ذي الساحات التي لا تختلف عن منازل اليوم. فكرة المساواة في المجتمع. فجر النقاش المجتمعي مثل المجالس الحديثة. إدارة المدن العالمية الكبيرة والدور القيادي للمرأة. والمخطط للمدن المتخصصة المتحدة تحت راية الإسلام. هذه هي الأسس الاستثنائية لهذه الأرض.